شو اللي عم بيصير هون؟ يعني أنت متأكد من إنه كل هذا ممكن؟ أنت طلبتيني لهون ست سندورة، مشان هيك تركي كل شي علي. أنا حاوطت كل البيت وعملت الترتيبات لحتى ننهي هالموضوع ولحتى نوصل لهدفنا الأساسي. بس قلتلك شو لازم تعملي قدامهم، اعملي شي قصة كرمال نعرف مين اللي بيكون عدوك. أنا شايف وبشكل واضح إنه في مؤامرة ضدك من كل اللي حواليك، وهذا التصرف اللي نحن رح نعمله اليوم بيساعدنا لنعرف مين هو الشخص اللي بيشكل الخطر. أنا رح ضوي مصباح قدام كل واحد من أفراد هي العيلة. الشخص اللي مصباحه بينطفي هو الشخص صاحب الخطر الأكبر، وهو حيكون أكبر عدو لإلك. يمكن يعبر ويمكن ما يعبر، بس بيتمنى يدمرك. أختي، شو كل هاد؟ هالفترة عم بيصير أحداث كتير غريبة ببيتنا ومانا مفهومة. شو؟ وهالمراسم هاي هي تصرف صغير لحتى نطرد الشر. الكل عدو رجاء. ماشي يلا. أيامك انتهت، اجيت أخذك على الموت. الشخص اللي مصباحه بينطفي هو الشخص صاحب الخطر الأكبر، وهو حيكون أكبر عدو لإلك. شو صار خالتي؟ شكي كان صح، أمار عم يمثل علي، هو تذكر كل شيء، عم يحاول يجنني بأي طريقة، هو عم يخطط إنه يدمرني، بس ما رح أسمح له. قبل ما يعمل خططه الجاية أنا لازم أقتله. إيه رح أقتله. خالتي يا خالتي، أنا أمان. لا خالتي،
خالتي ليش؟ بعد عني، بعد عني، بعد عني بسرعة، بعد عني، لا تقرب مني، بعد. خالتي شو؟ بعد عني، لا تقرب مني، بعد عني شبك. خالتي بعد عني. يا خالتي شبك. خالتي خلص. اهدي هوني بالك شوي. شوي خالتي. ماما خالتي وقفي. بعد عني. لك يا خالتي. ماما. أختي. مو معقول. يا ترى شو صار لأختي فجأة؟ خلص لا تخافي خالتي مروة. أنا رح أطلع شوفها وبخبركم. طيب هي أكيد رح تتحسن عن قريب. بس شو اللي صار؟ كتير منيح إنه قدرنا نسمع سندورة سينج وقت كانت عم تخطط. الشخص اللي مصباحه بينطفي هو الشخص صاحب الخطر الأكبر، وهو حيكون أكبر عدو لإلك. يمكن يعبر ويمكن ما يعبر، بس بيتمنى يدمرك. هلأ نحن عرفنا لما خالتي شعلت المصابيح شو كان لازم نعمل؟ شو يعني كل هاد؟ ليش عملتوا هيك ولشو؟ يعني هلأ خالتي بتكون تأكدت إنه أنت يلي كنت عم تتآمر عليها؟ بعرف، وطبعاً هي كانت آخر خطوة من خطتنا، بأنه نحن نحاول نخليها تقتنع إنه نحن عم نتآمر ضدها، لأنه بس تحس خالتي إنه في حد عم يتآمر عليها ما في عندها غير طريقة واحدة. هي اللعبة انتو قررتوا تبلشوا فيها، ونهايتها رح تكون على ايدي وعن قريب كتير. ما رح اسمح لك تجازف هيك مجازفة كبيرة بنوب. ديفيا، اذا بدنا نكشف حقيقة خالتي لازم نعمل هالخطوة هي. لا تنسي انه تعبنا وخططنا كتير لحتى نقدر نوصل خالتي لهالنقطة هي. هلأ بعد ما وصلت لهالنقطة نحن ما عاد فينا نتراجع أبداً. ديفيا، ليكي أنا بوعدك إنه ما في أي خطر. لك كيف يعني ما في أي خطر؟ أمر معه حق تماماً، ما في أي خطورة بالشي اللي بدنا نعمله. أكيد بتكون نامت هلأ. أمار، شبك اهدى شوي. أنت دائماً عم بتضل متوتر ومشوش، ليش؟ أنا ما بعرف ليش عم بتضل متوتر. لما بشوفك هيك بتضايق. لا تخافي أبداً ديفيا، كل شي رح يكون تمام هلأ.